دكتور الأخ عبد الحميد عامر، نعود إليك. من آخر ما تحدثنا معه، ما هو مطالب الثوار؟ أنتم كقيادات سياسية موجودة في الجوف، ما هو أهم مطالبكم في المرحلة القادمة؟ أخي الكريم، مطالبنا ألا ينسانا العهد الجديد كما نسينا العهد الماضي. نحن عانينا كما تحدث به الإخوان، كما تفضلت به، لأن نحن عشنا في المحافظة عشنا فترة حرمان. هذا الحرمان لا نريد أن يمتد، ولن نسمح له أيضا أن يمتد، لأننا عانينا كثيرا. نريد تعليم جيد، ونريد صحة، ونريد مياه نقية نشرب صالحة، ونريد طرق معبدة، ونريد أمن واستقرار. لا نطالب بأكثر من هذا. هذه مطالبنا، ناضلنا من أجلها في السابق، وسنستمر ما بقي في أعمارنا يوم نطالب بهذه المطالب باعتبارها مطالب حق مشروعة، ويعني يحتاجها الناس جميعا. لكن على المستوى الثوري، هل لكم مطالب في إطار الفعل الثوري القادم، أم أنكم خلاص انسحبتم والثورة باقية في غير محافظتكم؟ لا، احنا الثورة لم تحقق هدفها بعد. أنا أتكلم حول هذه النقطة لأنكم قيادة سياسية، يعني الثورة لم تحقق هدفها بعد. صحيح رحل صالح، لكن لا يزال أقطاب صالح متواجدون، ولسنا ضد الأشخاص كأشخاص، إنما ضد طريقة الإدارة، طريقة إدارة الأمور بهذا الشكل، الاستغواء بالمال العام، الاستغواء بالجيش، الاستغواء بالسلطة، إدخال البلاد في فتنة. يعني رحبنا جميعا بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الممكن، ونشد على السلطة القائمة مثلا في حكومة الاتفاق، وفي الرئيس المنتخب عبد ربه، وفي كل القوى السياسية الحية، وأبناء الشعب اليمني، وحتى شباب الساحات، أن يستمر الجميع في تطبيق بنود هذه، وأن يسارع في تطبيق بنود هذه الاتفاقية. ما هو الهم الأول؟ يعني كما قلت رحل رأس النظام السابق، لكن أنتم ما هو الهدف رقم اثنين عندكم في من ثوار الجوف؟ ماذا تتمنون أن يطبق أولا؟ الهدف الثاني أو الهم الثاني لنا أن تطبق هذه المبادرة بحسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه على رأسها، وأن تتمكن السلطة القائمة من انتقال حقيقي للسلطة، وأن يوحد الجيش والأمن، يعاد الهيكل حقة، لأن بدون هذا الأمر سنظل يعني ندور في حلقة مفرغة. إذا أن تملك جيش ونملك جيش، لا يمكن أن نوجد استقرار ولا أمن، سنظل يعني كلما يغضب أحدنا لجأ إلى قوة السلاح. عندنا أكبر خطر يهدد البلد من وجهة نظرنا، يعني انقسام الوحدات العسكرية وانقسام الجيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تملأ حكومة الوفاق الفراغ القائم. السلطة الماضية تركت فراغا هائلا، وأحدثت إشكالات كبيرة، وزرعت نتوءات واختلالات لا حصر لها. ومهمة الحكومة نحن نعرف أنها عسيرة، لكن بتكاتف كل الشرفاء من أبناء اليمن بمختلف أحزابه بما فيهم الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، يعني هم في الأخير ضحية من ضحايا النظام، وإن كانوا حزب حاكم لكنهم كانوا سوري، أو أغلبهم كان ضحية هذه الأحداث الماضية أو المواقف السياسية السابقة. فلذا يعني المرحلة أو الأهم الثاني اللي هو ملء الفراغ، وأن يحس المواطن بوجود دولة تحترمه وتقدم لها الخدمات التي بإمكاناتها الموجودة، لا نريد أكثر من ما هو موجود. يعني أنت تنضم إلى ما يقوله الثوار في الساحات، مسألة هيكلة الجيش، مسألة كما ذكرت ملء الفراغ من الحكومة في خدماتها وفي أعمالها. في جانبكم أنتم في الجوف، هنالك تباين أو هنالك تنوع سياسي موجود، هنالك مؤتمر إصلاح اشتراكي وحدوي، هنالك تيارات تنتمي إلى الحوثيين إلى غيرهم. أنا أسأل عن لغة التعايش في داخل الجوف، هل هنالك لغة للتعايش والتفاهم؟ أخي العزيز، لغة التعايش موجودة. نحن أسسنا في اللقاء المشترك فت أرضية يعني مشتركة للتعايش بين أحزابه، وانتقلنا للتعايش مع الإخوة في المؤتمر الشعبي العام، وتجسد هذا الأمر واضحا بكل صورة في انتخابات المشير عبد الرب منصور هادي، حيث مثلنا فريق واحد في الميدان، وكانت كل فعالياتنا مشتركة وكل أعمالنا مشتركة، واستطعنا أن نظهر
لأبناء المحافظة أننا كقوى سياسية سنتوحد ولا يوجد هناك خلاف بيننا. وإذا كانت هناك خلاف في الرؤى فهي اجتهادات ولكل يعني لكل مجتهد نصيب. نصيب, نعم. نصيب. لكن لا يصل أبدا الخلاف إلى الصراع المسلح، لأن من يديرون الصراع المسلح هم أشخاص فقدوا مصالحهم غير المشروعة، غير المشروع. نعم. أما بقية الأخوة في المؤتمر الشعبي العام فلدينا تفاهم معهم، وهم الآن يعني الجناح الرئيسي الموجود تفاهم موجود جدا، ولذا طالب بعض قيادات المؤتمر. نعم. وأن كلهم كل التقدير في هذا الجانب أن تستمر اللجان إلى ما بعد الانتخابات، يعني الفترة لما وجدوه من لما وجدوه من هناك توافق، لأنه كانت فيه بعض الجهات الإعلامية والأمنية تزرع الخلاف بين هذه الأطراف، لا يوجد خلاف. بالنسبة للأخوة بقية الفئات الأخرى، نعم. ولن أرحب بس مشترك المحافظة بتوجه الأخوة السلفيين في إنشاء حزب سياسي. جميل. لأن هذا يعني يقطع الخط على أي جهات تظل يعني تتحدث حول أن هذه الجماعات جماعات لا تتجه للسياسة وممكن تشتغل خلف العمل السياسي. هذا الخط انقطع. نأمل من الأخوة الحوثيين أيضا أن يستفيدوا من هذه التجربة ومن هذا العمل. نعم. وأن يشكلوا عمل سياسي قانوني ودستوري يحترمها الناس جميعا، لأنه لم يعد لأي فئة اليوم مكان بالقوة. لا يستطيع أي طرف أن يخضع الآخرين بالقوة. صح. ماشي مجال. يجب أن نعرف أننا أبناء محافظة واحدة وأبناء منطقة واحدة وأبناء بلد واحد، مسؤولين عن حمايته عن أمنه عن استقراره، ولا يمكن لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين بالقوة. لكن التعايش بين الناس يجب أن يكون هو المبدأ الذي يحترمها الناس جميعا. صدرت الثورة في كثير من المحافظات في كثير من الساحات مجموعة من القيم التي استلهمها اليمنيون في كثير من مواقفهم، مشاركة المرأة، الديمقراطية، السلمية، غيرها. أهم القيم التي انعكست على المواطن في الجوف، على رجل القبيلة في الجوف، ما هي هذه القيم التي البارزة هناك؟ أهم القيم أن شعور المواطن يمكن يأخذ حقه بدون سلاح، وهذه تعتبر نادرة بالنسبة عندنا في محافظات كمحافظات. تحول كبير يعني. تحول كبير في عقلية المواطن وفي ثقافته. هذا الأمر. الأمر الثاني أن هناك يعني انسجام وتعايش بين جميع الأطراف، وتجمع أبناء المحافظة من أقصى المحافظة إلى أقصاها بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم السياسية وحتى المذهبية في ساحة واحدة، يتحدثون يتناقشون باسم يتحدث عنهم رجل واحد. فكان هذا أيضا كان اهتمام أيضا النقلة النوعية للمرأة في ظل في ظل الثورة. خرجت المرأة إلى السطح لتعبر عن رأيها، لتتأمل ما لتطلع المستقبل بآماله وآلامه. يعني هذا الشريحة كانت ربما مغيبة خاصة في المجتمعات القبلية إلى حد ما. لكن الثورة أدركت هذا المكون الهام وظهرته إلى السطح ليتحدث بمشاكله وهمومه وتطلعاته وآماله. الجوف كما هو معروف هي محافظة حدودية مع دول الجوار وعلى رأسها السعودية. كيف تقيمون العلاقة، علاقة الجوار، كيف تحافظون على هذه الحدود؟ يعني نريد أن تضعونا في الصورة، لأنه كثير من الحديث سيأتي السؤال الذي بعده حول هذه القضية. نحن نعمل من منطلق شرعي. من لا يأمن جاره ووالده لا يمكن أن نصبح مؤمن حقا. نعم. نعتبر الأخوان في المملكة وفي دول الخليج الأخرى هم أشقائنا وأهلنا، ولا يمكن أن نسمح بأي ضرار بأمنهم، لأن أمنهم أمننا وأمننا أمنهم كذلك. ولذا نحن حريصين أن تكون الفترة القادمة بإذن الله تعالى والعهد القادم أن يكون عهد أخا. نعم. بما تحملها كلمة أخا، بحيث أن يصب يعني نستطيع نقدم كل ما نستطيع نقدمه في الحفاظ على هذه الحدود في العلاقات لخير هذه الشعوب. نعم. سنتوقف قليلا، سنأخذ اتصال ثم أعود للحديث معك أستاذ عبد الحميد. الأستاذ علي سيف أحد وجهاء محافظة الجوف. السلام عليكم أستاذ علي. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، ونحن نتحدث عن الجوف وعن هذه المحافظة المهمة والحدودية، ما هي أهم تطلعات أبناء المحافظة في الفترة القادمة؟ أستاذ علي معك يا أخي. نعم تفضل، يبدو أن الصوت ليس واضحا.
في البداية نشكرك يا أستاذ عزيز، ونشكر قناة سعيد هذه القناة السورية نعم التي وضعت كثير من الأشياء والخفايا الإعلامية التي ما ظهرت لنا في قناة سعيد. أي نعم. وكذلك نشكر ضيفة الأستاذ القدير عبد الحميد عامر بالنسبة لتطلعات القبائل أو أبناء القبائل في محافظة الجوف لما بعد الثورة. أبناء محافظة الجوف يطلبوا من حكومة المزاد الوطني نعم أن تنظر للمحافظة نظرة جادة نعم عكس نظرة الحكومات السابقة، لأن المحافظة محافظة الجوف حرمت كثيرا وعانت كثيرا من السياسات السابقة للنظام السابق، لأنه سعى جاهد لإذكاء الثارات بين أبناء القبائل، وكذلك سعى إلى تجهيل هذه القبائل حتى ينفذ السياسات التي يسعى من أجلها المحافظة. نعم أستاذ علي، ونحن نتحدث عن الجوف وقد ربما توصم بأنها منطقة ثارات، ما هو نداءك وخطابك لأبناء الجوف في هذه الحلقة؟ نداءي لأبناء المحافظة أن يسعوا إلى حل الإشكالات المزمنة، كثير من المشاكل المزمنة والقضايا القديمة. نعم. ندعو إخواننا في مختلف قبائل الجوف للسعي لحل هذه المشاكل. نعم. وتشكيل لجان لحل مشاكل الأراضي التي يعني تسبب كثير من المشاكل بين القبائل وتسكيل الثارات من جديد. نعم. أستاذ علي سيف، نتحدث كذلك عن الثورة وماذا أكسبت المحافظة من معاني هامة جدا، ماذا تقول في هذا الإطار؟ حديثي بفضل الله ثم بثورة هذه الثورة المباركة. نعم. أصبح كثير من أبناء هذه القبائل ورغم الخلافات والمشاكل والثورات التي بينهم في صف وفي خندق واحد. نعم. للدفاع عن مكتسبات هذه الثورة. نعم. الحقيقة الثورة حدثت كثير من المشاكل المحددة، واستطاعوا القبائل أن يرصوا صفوفهم ويتعاونوا في حماية مكتسبات الثورة في المحافظة. نعم. علي سيف أحد وجهاء محافظة الجوف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عبد الحميد، منطقة الجوار كنا نتحدث عنها وعن أهمية الجوار كما ذكرت بالنسبة للمسلم يتعامل معه بهذه الصورة. كثير من الذين يتحدثون عن القاعدة ويتحدثون عن الإرهاب عادة ما يتحدثون على أن من مآويهم ومن الأماكن التي يتواجدون فيها هي مناطق القبائل، ويتحدثون كذلك عن الجوف، ماذا تقول في هذا السياق؟ ليس صحيحا أن الجوف مع هذه الفئات، لكن قد يكون مناطق مرور وعبور إلى مناطق أخرى. أما أنها مراكز تواجد لا، هذا لا نوافقهم على هذا، لأنها كانت إحدى افتراءات النظام لتجهيل المنطقة، لنسيان المنطقة، للعبث بأمن المنطقة. كانت هذه إحدى الفزاعات أو إحدى الوسائل التي يستخدمها النظام. نعم. ضد المحافظة، لكن ليس لها علاقة، لا يتوجد لهم أماكن معينة أبدا. نعم. أبدا. وأظن أن ثقافة القبيلة لا ترفض أن تكون بهذا الشكل بهذه الصورة، يعني القبيلة مع النظام، القبيلة مع الدولة، تريد الاستقرار، تريد التنمية، هي مع هذا الأمر. لكن إذا تركت القبائل الفريسة للجهل، فريسة للظلم، فريسة هذه الأوضاع، يعني ستتعلق بأي انحراف التصورات، بأي انحراف في هذا الإطار، التصورات الفكرية من أي اتجاه. كيف تسير عجلة التنمية عندكم يعني في ظل الأوضاع السابقة؟ يعني ذكرتم لنا بعض المآسي الموجودة في التعليم وفي الصحة وفي غيرها، يعني هل كان المسألة مقصودة متعمدة، أم أنه يعني هي عارضة لأنه ثروات البلد لم تكن مؤهلة لها؟ تستطيع أن تقول التنمية متوقفة باستثناء عدد من المباني الحكومية، كل ترك الذي تنشئها الحكومة كمدارس، وهذه المدارس لا تؤدي دورها بالشغل المطلوب، أو بعض المجمعات الحكومية في
بعض مراكز المدن مراكز المديريات، أما تنمية مفهومها الشامل لا توجد لا توجد. كذلك في 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 هذا السياق، ما هو دور المنظمات أو المنظمات الحقوقية، منظمات العاملة في حقوق الإنسان؟ هل لكم دور؟ هل هنالك منظمات المجتمع المدني متواجدة، جمعيات، مؤسسات وغيرها؟ هي موجودة ولكنها لا تزال يعني في طور النشأة نتيجة لثقافة أبناء المحافظة وعدم اهتمام بهذا الجانب، لكنها بدأت بصورة يعني بدأ يعني فتح أو مجموعة من الأفراد في منظمة هود يعني بدأ هؤلاء يقوموا برصد بعض الاختلالات التي تقع للأفراد أو بعض ما يضر بحقوق الإنسان هناك، بدأ الرصد في هذه الجوانب بشكل جيد، ولكنها لم يكن يعني بالشكل المطلوب، لكنها بدأها إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونتوقع أن يكون لها أثر في المستقبل. الجمعيات الخيرية يعني والعمل الإنساني كيف هو في الجوف؟ الجمعيات الخيرية مشكورة يعني قدمت جهد خلال الفترة الماضية يعني في مساعدة الفقراء، في مساعدة الأيتام، في أيتام الشهداء، في معالجة الجرحى، بالتوازي مع رجال الخير وأهل الخير، يعني قدمت جهود طيبة جدا خلال هذه الفترة. يعني معروف أن المحافظة خلال هذه الفترة التي عانت ظروف قاسية جدا يعني كانوا هم الأمل بعد الله عز وجل، رجال الخير والجمعيات الخيرية وفاعل الخير يعني في مد المحافظة ومساعدتها خاصة في الجانب الصحي والإسعافات والجانب الطبي. أبرز مشاريعهم؟ أبرز مشاريعهم يعني معالجة الجرحى، كفالة الأيتام، كفالة أسر الشهداء، يعني كانت تركز على هذا الجانب باعتبار أنها أسر فقيرة ومعدمة وسقط من يعولها نتيجة أحداث الثورة المعروفة. المراكز التعليمية، سواء المراكز التعليمية الخاصة أو غيرها، سواء دور القرآن أو غيرها، يعني هل هنالك على امتداد محافظة الجوف هل هنالك مثل هذه المراكز؟ موجود مراكز تعليم القرآن الكريم موجودة، تعليمية بشكل عام، سواء تعليم القرآن أو غيره، يعني في مراكز تعليمية اللي هي التعليم العام موجودة هذه في المديرات، لكنها كما قلت لك بشكل عام التعليم يحتاج، التعليم العام يحتاج إعادة النظر ويحتاج يعني مثل هيكلة الجيش والأمن، يعني قضية مصيرية عنده مشكلة، لأن هذا مصنع الرجال، مصنع صح المستقبل. صحيح. إذا كان هذا المصنع مسمم سيؤدي بنهاية المواطنين فيه ونهاية المحافظة. يعني تصور إنسان يتخرج لا يجيد القراءة ولا الكتابة ويصبح مدرسا، ماذا سيقدم هذا الإنسان؟ إضافة إلى هناك أن أيضا فيها عدد من المدارس الأهلية القائمة في يعني وتودي دورها، لكنها تظل محصورة في مناطق معينة ولا تودي دور الشكل المطلوب يعني كجانب علمي ومعرفي وثقافي تنشره في أوساط المحافظة. فهذا الجانب يعني من أخطر الجوانب التي تحتاج المحافظة إلى إعادة النظر فيه. نعم. علاقتكم بالمحافظات الأخرى، يعني تقريبا أنتم تجتمعون مع محافظة مأرب في نفس الأوضاع، في نفس وإن كانوا يتقدمون عليكم قليلا في بعض الجوانب، كيف تقومون من أجل صياغة مطالبكم في مطلب واحد؟ هل هنالك بينكم على لقاءات، علاقات، يعني عمل مشترك؟ العلاقات بمحافظة مأرب بين مأرب وغيرها يعني تكاد تكون الهموم واحدة مشتركة نظرا للتداخل السكاني والجغرافي بين المحافظتين، بين محافظة الجوف ومأرب يعني تداخل كبير في مجال السكان والجغرافيا، والهم أيضا هموم مشتركة في الغالب. صحيح أن محافظة مأرب تقدمت علينا بعض الشيء في بعض البنية التحتية، في وجود بعض المشاريع الخدمية، لكنها أيضا تعاني نفس الهموم، فهي منطقة بترولية منتجة لكنها تعاني فقرا في هذا الجانب وأيضا نهب لثروتها، فهم يعني يعانون نفس الظروف ومطالبنا واحدة. ويبدأ أنشأنا يعني بعض الملتقيات اللي تعبر عن المحافظتين. نعم. وبعض الـ حتى عندكم مجلس لهما يعني. أيوة، الملتقى مأرب الجوف. نعم. هذا يعبر عن المحافظتين لأنها مكون قيادته من المحافظتين، يتحدث دائما بصيغة الجمع. نعم. لأن الهم في الغالب مشترك. مشترك. نعم. نعم. دعني سيكون عندنا متصل الأخ يحيى من السعودية. الأخ يحيى السلام عليكم. أخ يحيى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
أخي يحيى، أنت من أبناء الجوف المغتربين في المملكة العربية السعودية، ما هو شعوركم وأنتم في الغربة ونحن نتحدث عن محافظتكم؟ ما هي أهم مطالبكم في هذه في هذا السياق؟ كأن الصوت ليس واضحا، أتمنى تسمعني يا أستاذ يحيى. السلام عليكم أستاذ يحيى، يبدو أن هنالك خلل في الاتصال. أعود إليك أستاذ يحيى. أستاذ عبد الحميد يحيى ذهب. نتكلم عن الجوف، وهنالك طبعا بالمناسبة هنالك كمية كبيرة جدا من أبناء أو عدد كبير جدا من أبناء المحافظة مغتربون، هل لكم تواصل مع هؤلاء وكيف كان دورهم في الثورة اليمنية؟ أخي الكريم، لا أحد يحب الاغتراب في الحياة. نعم. من وطنه وأهله. نعم. لكن ظروف الحياة قست عليهم فاغتربوا. نعم. لأن الوطن تنكر لهم، فلم يجدوا يعني مصدر رزق إلا في هذه البلدان العزيزة على نفوسنا. فاتجهوا إليها يكابدوا شظف العيش هناك، وعلى كل حال يعني هم في الأخير من أهلهم. نعم. دائما محافظة الجوف حاضرة في أبنائها في الغربة والاغتراب، ودائما يعني ما يساهموا، خصوصا لأن كل مغترب في الغالب يعني لديه عدد من الأسر، مش أسرة واحدة. نعم. يعول. يساهمون في علاجها، يساهمون في عاشتها، يساهمون في مساعدتها في هذه الظروف العصيبة. فلهم كل الشكر والتقدير، لأنهم يقوموا بجهد كبير جدا في الغربة أو في الاغتراب. نعم. رسالتك لأهل الجوف في خلال الأيام القادمة، ولا سيما مع تجديد وإعلان شباب الثورة تجديدهم للفعل الثوري؟ رسالتي لأبناء المحافظة أن يرصوا الصفوف وأن يتجاوزوا الماضي بكل تفاصيله. ونحن أبناء اليوم. نعم. ونتعاون في المستقبل ونساهم في بناء محافظتنا، ونعيد على الأقل نعوض ما فاتنا في الماضي. والفرصة مهيئة، والكرة في ملعب أبناء المحافظة. هذا الأمر. الأمر الثاني بالنسبة فيما يتعلق بالفعل الثوري، أبناء المحافظة أيضا ندعوهم على أن يكونوا أيضا يعني جزء من الساحات. جزء من مطالب الساحات. نعم، سأعود إليك في النقطة الثانية، لكن دعني الأخ يحيى على الهاتف. أخي يحيى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي يحيى، ونحن نتحدث عن الثورة والثروة كذلك الموجودة في محافظة الجوف، ماذا تقول وماذا تضيف في هذا السياق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الأخوة في قناة سهيل، قناة الثورة، قناة اليمن الجديد، إن كان من شكر فلله سبحانه وتعالى، ثم لأبناء اليمن جميعا وخاصة الثوار الذين خرجوا إلى الساحات وضحوا بدمائهم وبأوقاتهم وبأموالهم من أجل عز اليمن ورفعة اليمن ومكانة اليمن. نعم، رحمة الله على كل شهيد. نعم. وشعوري الآن وأنا يعني أستمع إلى الحديث عن الجوف لأول مرة تتحدث في وسائل الإعلام، أعود بالفضل لله سبحانه وتعالى ثم للثوار عامة في عموم المحافظات اليمنية. نعم. بالنسبة لمحافظة الجوف، وضع المحافظة وضع لا يخفى على يعني الوضع الأمني وضع في غاية السوء، وأنا أعتقد أنه نحتاج الآن إلى الاتجاه لهيكلة الجيش. نعم. لأنها هي البوابة والمدخل الرئيسي لليمن الجديد. نعم. لا يمكن أن يكون فيه حوار ولا تفاهم، ولا يمكن أن نتخلص من بقايا النظام الفاسد. ولا أعمم، فهناك في المؤتمر رجال شرفاء نستطيع أن نتعامل معهم وأن نتفاهم معهم. نعم. وأن نبني اليمن، والمحافظة بحاجة إلى جهود الجميع. نعم. والأخوة في المحافظة الجوف وعلى رأسهم الأستاذ عبد الحميد عامر مشكور، وكل الثوار في عموم المحافظة. نعم. بذلوا جهود في خلال هذه الفترة الماضية مشكورة،
جهود أمنية، جهود إغاثية، جهود في توفير بعض الخدمات لأبناء المحافظة. نعم. المحافظة يعني من المحافظات التي يعني تحتاج إلى خدمات بشكل مركز، وخاصة في مسألة الكهرباء، لأن الجو في المحافظة جو حار ولا يوجد مياه، المياه مالحة، فتحتاج إلى جهود من حكومة الوفاق الوطني. ونحن نستبشر خير ومتأملين خير، وهذه بداية من البدايات الطيبة والرائعة التي بادرت بها قناة سهيل. يا أخي، لا يتطور أحد الوضع في محافظة الجوف. المحافظة هي من ضمن المحافظات اليمنية التي تعاني ما تعاني من كل المحافظات، لكن نعم. المعاناة في الجوف لا يمكن أن يتصورها أحد. أخي يحيى، يعني نحن تحدثنا حول هذه القضايا، أتمنى أن تقول لي رسالتك إلى اليمن، إلى الجوف، وأنت في بلد الاغتراب، ماذا تريد من هذه الثورة اليمنية أن تحقق لك؟ أولا، رسالتي إلى الأخوة في اليمن عموما وفي الجوف خصوصا، أننا نحتاج إلى أن نفعل عدة أمور. الأمر الأول، نعم، أن نبتعد عن المناطقية، ونبتعد أيضا عن القبلية السلبية. نعم. ثم أن لا نستقوي على بعضنا البعض، وأن نجعل الحوار والتفاهم، ونبتعد عن العنف، وأن نلجأ إلى الحوار والتفاهم وبناء اليمن، كل اليمن. أمور. نعم. أخي يحيى، فعلا نحن بأمس الحاجة إلى تفعيل هذه اللغة، لغة الحوار. شكرا جزيلا يحيى المعلم من السعودية، شكرا جزيلا لك. أستاذ عبد الحميد، ونحن قبل أن نختم، لأن اقتربنا من النهاية تقريبا، أود أن تقول لي ما هي الرسالة التي تودون أن تصل إلى رئيس الجمهورية عبد ربه ومنصور هادي. الرسالة للأخ رئيس الجمهورية، أعتقد أنه شعر بها من الإجماع اليمني، غير العرب والعالم الذي وقف معنا، لكن كمواطنين يمني وكشعب يمني. نعم. يعني وصل هذه النسبة العظمى لأول مرة في تاريخ العمل السياسي. نعم. أعتقد أنه يدركها، وهو رجل مجرب عاش فترة طويلة من العمل السياسي والإداري، أكيد بالتأكيد هو يعرف يدرك ذلك، ويدرك مغزى هذه النتيجة. ولذا نشد على يده من خلال هذا البرنامج، وكما يشد على يده أبناء اليمن جميعا وليست أنا، أن يحقق ما يقصده اليمنيين منه في استقرار الأمن، في تهيكلة الجيش وإعادته، وإيجاد جيش وطني موحد، في توفير الخدمات الأساسية لأبناء اليمن، في رد الاعتبار، وهذا يهمنا قبل الماديات، رد الاعتبار لأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الثورة. هؤلاء لهم الذين اعتبروا التاج على رؤوسنا جميعا، نعتز بهم ونعتز بدمائهم الطاهرة التي سالت من أجل اليمن واليمنيين. ما نأمل من الرئيس كثير وكثير، ولكن هذه هي أبرز مطالبنا. نعم. في دقيقة أو أقل من ذلك، أولوياتكم التي تتمنون أن تسعون أنتم كمحافظة وكذلك قيادة سياسية وكحكومة من أجل إنجازها. أولوياتنا وقع عليها المشترك والمؤتمر، ومطروحة على طاولة الأستاذ محمد هالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء. أولويات المحافظة كلها، كل ما تحتاجها المحافظة في 14 بندا تم الإجماع عليها بين فرقاء العمل السياسي، وتم إرسالها إلى مكتب رئيس الوزراء. نأمل أن يتجاوب مع هذه المطالب، فهي مطالب عادلة وملحة جدا جدا. أبرزها يعني ملء الفراغ الإداري القائم، إيجاد تعليم جيد، إيجاد فروع للجامعات، خصوصا كلية التربية وكلية المجتمع ومعاهد المعلمين والمعاهد الفنية، ربط المحافظة بشبكة خطوط أسفلتية لجميع المديريات، مد المحافظة بالشبكة الغازية الكهرباء التي تذهب من مأرب يتصل إلى آخر منطقة. وهذا ليس يعني حسدا لأبناء اليمن، فهم يستحقوا كل خير، ولكن أيضا الجار أولى. الجار أولى. نعم. يعني هذه ربما
نعم استاذ عبد الحميد عامر نشكرك شكرا جزيلا على ما اضفت لنا في لكم. هذه الحلقه. الشكر لكم جزيلا. اعزائي المشاهدين، ونحن نختم هذه الحلقه ونتحدث وتحدثنا فيها عن محافظه من محافظات اليمن التي لها قصه، قصه التاريخ وقصه الحضاره وقصه الحاضر القادم باذن الله عز وجل. سنكون معا مع محافظة أخرى وقصة أخرى ومع منبر الثورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.